طقس حار في عموم المناطق وحرارات أربعينية في الأغوار والبحر الميت وليالي أكثر دفئاً قادمة إن شاء الله، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير. إذا تستمر درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة وحارة في معظم مناطق المملكة، وأيضا تصل إلى درجات حرارات أربعينية في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة كذلك الأمر. نشاهد هنا في خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، نجد أن مع ساعات نهار اليوم تكون درجات الحرارة مرتفعة جدا في معظم مناطق المملكة، لتكون ذروة ارتفاعها يوم الغد بمشيئة الله. لذلك نود التنبيه من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار. ننتقل سوية لمعرفة الأجواء خلال هذه الليلة في العاصمة عمان. غالبا تكون غائمة، درجة الحرارة تصل إلى 23 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 13 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة يوم الغد 33 درجة مئوية نهارا، الأجواء غائمة جزئيا و22 درجة في ساعات الليل. أما يوم الأحد والاثنين درجة الحرارة 32 نهارا و21 درجة ليلا والأجواء صافية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد ونبدأها شمالا من إربد. 36 إلى 22 أجواء حارة في المفرق، كذلك الأمر من 36 إلى 22 في جرش من 37 إلى 23 درجة مئوية، في عجلون غيوم متفرقة من 34 إلى 20 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة عمان من 33 إلى 22 في الزرقاء من 36 إلى 24 في البلقاء من 34 إلى 21 درجة مئوية، في مادبة أجواء حارة من 35 إلى 21 كما ذكرنا سابقا، في البحر الميت أجواء شديدة الحرارة 42 درجة مئوية في ساعات النهار و28 درجة مئوية في ساعات الليل. في الكرك 34 إلى 21، في الطفيلة من 32 إلى 20، في معان من 33 إلى 23 درجة مئوية، في جبال الشرا من 29 إلى 17، وفي العقبة أجواء حارة أيضا من 39 إلى 26 درجة مئوية في ساعات الليل. في رويشد أجواء حارة 37 إلى 24، في الصفاوي كذلك الأمر 37 إلى 25، وفي الأزرق من 38 إلى 25 درجة مئوية. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.